علشان تقدر تصحى بدون منبه وتستغنى عن فكرة ان انت تصحى مخضوض او خايف بسبب او متضايق بسبب المنبه، تعالى اقولك على كم خطوة مهمة جدا تعملهم قبل ما تنام علشان تقدر ان انت تصحى لوحدك، تصحى بشكل طبيعي وتعود نفسك كل يوم هتصحى في الوقت ده. اول حاجة علشان تقدر تشغل الساعة البيولوجية عندك اللي هي بتساعدك ان انت تصحى بشكل يومي في نفس الميعاد، اول حاجة عشان تشغل الساعة ديت لازم تعمل كام حاجة كده قبل ما تنام واكتبهم معايا. اول حاجة قبل ما تنام في جزئين مهمين، في جزء العقل وفي جزء الجسم. جزء الجسم لازم في النهاية يقدر يكون مرتاح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ما ينفعش تتقل في الاكل او تاكل سكريات قبل ما تنام، يعني حاول كده اخر حاجة تكون واكلها قبل بساعتين قبل ما تنام. فكرة السكريات دي بتديك طاقة، فانت بتوصل انت عايز تنام ولكن جسمك عايز ان هو يصحى. ده حاجة. حاجة تانية، اللي بيبقى واكل كتير، واكل لحوم، واكل اكل دسم، فجسمك بيحاول ان هو يهضم ولكن انت دماغك وعقلك عايزة تنام، فده بيدي في النهاية صعوبة في النوم. تاني حاجة، عقلك قبل ما تنام لازم يرتاح. بمعنى ايه؟ لازم ان هو كمان ينام. مشكلة كبيرة جدا جدا احنا كلنا بنقع فيها، ان احنا قبل ما ننام كلنا ماسكين الموبايل، بل بننام واحنا ماسكين الموبايل. الفكرة ان انت جسمك بيبقى بيغمض وعينك بتبقى بتغمض وانت ماسك الموبايل بتحاول تركز وانتباهك وتركيزك كله في الموبايل. فالفكرة هنا ان انت جسمك بينام وعقلك نشط، يعني عقلك لسه في نشاط، فده في النهاية بيقلل من ساعات النوم بتاعتك. بمعنى ايه؟ الجسم اللي مش نايم او العقل اللي مش نايم، لو احنا قلنا ان انت هتنام من 7 أو 8 ساعات، فانت جسمك علشان ينام هياخد له ساعتين على ما يهضم الاكل ده، فانت كده نمت ممكن تكون 5 ساعات. لو عقلك علشان ينام ممكن العقل يفضل 3 أو 4 ساعات ما ينامش، يفضل بيفكر في اخر حاجة شافها، بيفكر في حاجات كتير مرت خلال اليوم. ده بسبب ايه؟ بسبب ان عقلك نشط بالموبايل والالكترونيات اللي انت ماسكها. ايه كمان لازم نعمله قبل ما ننام عشان نصحى في الوقت اللي احنا عايزينه؟ لازم تحدد كده انك انت بتنام 7 أو 8 ساعات، يعني كل واحد انا هبنام 7 ساعات، بنام من الساعة 11 اصحى الساعة 7. طب احنا عايزين نحط تارجت كده ان الساعة 7 ديت انا عايز اصحى كل يوم الساعة 7 بدون منبه، يبقى لازم تنام على الساعة 11 او الساعة 10. ده الوقت ده كافي ان جسمك بينام فيه واخد كفايته من النوم. فتحط في دماغك لازم تهيئ نفسك نفسيا وعقليا وجسديا ان انا هصحى الساعة 7. طب يا ابو حميد افرض ان انا مصحتش، طبيعي ان انت اول يوم او 2 أو 3 مش تقدر تصحى 7 بالظبط، لكن ان انت بتدي لنفسك ميعاد بتنام فيه ومعاد بتصحى فيه، اعرف انك في النهاية هتقدر توصل ان انت تصحى الساعة 7. طيب خلينا كده هقول لكم طريقتين. لواحد الوقت بالنسبة له او ان هو يصحى بالنسبة له عايز يصحى الساعة مثلا 7، بس هو من مجرد ان هو عايز يتعلم يصحى الساعة 7 بس ما عندوش حاجة. واحد عنده شغل لازم يصحى الساعة 7 لان هو لازم ينزل شغله. الشخص اللي هو ما عندهوش حاجة الساعة 7، خلينا اقول له انت هنتدرب مع بعض كده اسبوع، عايزك قبل ما تنام اعمل ال3 حاجات اللي انا قلت لك عليهم، اضافة لحاجة رابعة، مكان الاكل اشرب مية كتير. ايه فايدة المية الكتير؟ انك انت لما تشرب مية كتير قبل ما تنام، فانت لما تيجي تصحى تاني يوم وانت مفكر ان انت عايز هتصحى الساعة 7، انك مجرد بس انك بتفكر ان خلاص انا تقريبا الساعة 7 جت، بتفكر في ده الساعة 6 أو 6:30 او حتى 7، كون ان انت شربت مية فهتضطر ان انت عايز تخش تروح الحمام، فده في النهاية هيفوقك. ديت نصيحة للناس اللي هي بالنسبة لها فكرة ان هو يصحى في الميعاد مظبوط مش فارقة معاها. طب الناس اللي لازم يصحى الساعة 7 ما ينفعش يروح عليه نومة، ما ينفعش ان هو ينتظر الساعة البيولوجية بتاعته هتشتغل ولا لا، الشخص ده لمدة اسبوع بس اعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها، بس اظبط المنبه يعني مؤقتا اسبوع لمدة الساعة 7. طيب وبعد كده ايه؟ بعد كده بعد الاسبوع ده اظبط المنبه على 7:15 أو 7:30. انا اجزم لك ان انت هتلاقي نفسك بتصحى الساعة 7. ليه؟ لان انت ظبطت نومك. لما بتظبط نومك هتصحى الساعة 7، لان انت اول حاجة مفكر ان انت عندك هتصحى الساعة 7، تاني حاجة المنبه ظبطك ان انت بتصحى الساعة 7 وفي نفس الوقت انت واخد كفايتك من النوم، فبعد الاسبوع ده انت مش هتضطر للمنبه. اخر حاجة عايز اقولها ان احنا في ناس كتير مننا عايزة تنام في عتمة في ظلمة، يعني مش عايزة اي مصدر ضوء عشان تقدر انها تنام، لكن انا نصيحتي للناس ان انت حاول يكون في الأوضة عندك ضوء
الضوء بيدخل ضوء شمس او حتى لو ضوء اباجوره او لمبه خفيفه منوره. ليه؟ علشان اول ما تحس ان انت بتصحى او ان انت خلاص في مرحله الصحيان او حتى المنبه الداخلي بتاعك الساعه البيولوجيه بتاعتك بتقولهم اصحى، فعينك بس لو بترمش كده فيبقى في ضوء تحسسك ان انت فعلا لازم تصحى. لكن لما بتلاقي ضلمه تماما في الاوضه عندك ده بتديك ايحاء ان انا لازم اكمل نوم. جسمك بيقول لك كمل نوم، عقلك بيقول لك كمل نوم. فحاول نخلي ديت معانا عشان نشغل الساعه البيولوجيه بتاعتنا ونقدر كلنا نستغنى عن فكره المنبه وفكره اللي كل شويه سنوز بقى، يعني سنوز 10 دقايق 15 دقيقة دي مصيبة. يعني دي في النهاية بتوترك، يعني انت بتصحى متوتر وللأسف صوت المنبه حاجة مزعجة جدا جدا. فخلينا كلنا نستغنى عن المنبه ونشغل ساعتنا البيولوجية عشان في النهاية نصحى في ميعادنا ونبدأ يومنا ونتوكل على الله كده ونقوم نصلي ركعتين ونقول يا رب افتح علينا يومنا ان شاء الله. توكلوا على الله في كل حاجة عشان هي دايما فيها أمل فيها حاجة حلوة.